أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج بالعافية. أكيد هنكون معكم كل يوم من خلال شاشة MBC3 ومن خلال شهر رمضان المبارك. كل سنة أنتم طيبين ونعاد عليكم جميعا بالصحة والسلامة. والنهاردة حلقتنا مش هتكون حلقة طبخ، هتكون حلقة حلويات مع الشيف فادي. شيف كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك. كل سنة أنت طيب؟ أنت طيبة. النهاردة هتعملين أي نوع من الحلويات؟ هنعمل كنافة. كنافة وكم نوع؟ ثلاث انواع كنافه. ثلاث انواع كنافه. هيكون معانا ايه وايه وايه؟ هيكون هنعمل اول شيء صينيه كنافه. صينيه كنافه. كنافه. اوكي. وحنا بالجبنه هنعمل كنافه كمان مع القشطه. مع القشطه هنعمل مدلوقه. مدلوقه اسمها كنافه مدلوقه. هي كنافه بيقولوا لك كنافه مدلوقه. طيب اوكي، هنعرف دلوقتي السبب ليه. وهنعمل ايه كمان؟ هنعمل سلطة فواكه. سلطة فواكه. طيب جميل، يلا يا شيف هنبدا باول نوع. باول نوع صينية الكنافة. صينية الكنافة. إذا معانا هنا المقلاية، وخلينا نعرف المشاهدين بالمقادير. هيكون معانا هنا كنافة. كنافة. مظبوط. وشوية سمنة. وهنا معانا سكر بني. بس هذا السكر مش لهي الكنافة، الكنافة اللي بعدها. خلينا نشتغل زبدة كنافة. هنكون معانا جبنة. معانا جبنة هون. الجبنة هنا عينة بالمي. تعرفي ليش؟ ليه احنا حطينا في الميه؟ هي جبنه مالحه صح؟ هي جبنه مالحه، جبنه عكاوي. جبنه عكاوي. جبنه عكاوي بتكون مالحه، بنجيبها بنقطعها سلايس كثير رفيعه وبنغسلها على عده مرات. اوكي. لتصير لتطلع منها الملح. بتصير حلوه. ميه سخنه ولا ميه عاديه؟ ميه بارده. اذا بتغسليها مي، في كثير عالم بفكر انه بتحط على الجبنه مي سخنه بتروح الحلاوه، لا، الحلاوه بتضلها بقلبها. لازم نحط مي بارده ونغسلها عده مرات، لانه متى ما حطينا ميه سخنه بتشد، ما عاد يطلع منها اي كنافه. اي ملح. اوكي تمام تمام يا شيف. اذا الجبنه دي جبنه عكاوي مالحه، احنا غسلناها اكثر من مره عشان تكون ايه؟ عشان تكون حلوه. مظبوط. يلا حطينا دلوقتي. اول شيء بنجيب الكنافه، دهنا الصينيه، حطينا سمنه. سمنه بالقلايه. هي نحن بنقول صينيه كنافه، هي نحن مش عاملين صينيه كبيره، عاملين صينيه صغيره. صغيره عشان نقدر نخلي ستات البيوت ما تشوف انه صينيه كنافه وصينيه كبيره. نحن فينا نعملها قد ما بدنا. صح، احنا دائما بنحرص انه يكون الحاجات سهله وبسيطه، زي كاننا قاعدين في البيت. بالضبط. احنا دلوقتي في البيت وبنعمل اكل، انتم كمان تقدروا تعملوا زينا مشان كل ستات البيوت. مزبوط. مش لازم الزينه ولا كذا. مزبوط. ممكن ستات البيوت تقدر تعملها. اول شيء بنفرد الكنافه فوق سمنه بشكل أوكي. متعادل. الكنافة تكون ناعمة وطرية، نفردها، نحاول ما نكتر، يعني بشكل متناسق. متناسق وقد بعض. وقد بعض. نفس الطول. أيوة. وبنفس الوقت ما تكون، إذا حطينا الجبنة بقلبها ما تبين الجبنة على الجهة الثانية. تمام. بنحطها هيك. شرائح الجبنة دلوقتي. أول شيء بنحطها على النار. شرائح الجبنة النار. قبل ما نحطها لازم شو نعمل؟ شو نعمل؟ نصفي الجبنة من المي، لأنه منقوعه بمي صلى فترة طويلة. إذا أنتوا لو حابين تعملوا كنافة في البيت، جيبوا الجبنة قطعوها شرائح وخلوها في مية لمدة طويلة، كل شوية غيروا عليها المية، يعني كل قد إيه؟ كل نص ساعة. كل نص ساعة. كل نص ساعة غيروا عليها المية. تمام. عشان إيه؟ تبقى عشان حلوة. تروح الملوحة. ملوحة تبقى حلوة. جميل. حطينا كنافة شوي على النار، بلشت تاخذ، يعني بلش اساعدك. حط شوية جبنة معك. حط شوية جبنة كده. هلا هيك رجع على النار، بنحاول، هي هون حركة كتير مهمة، بنحاول نحركها زي 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 زي، يعني بنحاول بعد ما نكبسها نحط ايدنا نحط وتلفها وبنلفها بحيث ما هي فيها سمنه من تحت. ونلفها، متى ما لفت تصير كلها قطعه واحده. اوكي. لانه يعني هلا بدنا نقلبها، نعملها نخبزها من الجهه الثانيه. حاولنا نكبسها بس بصحن مشان تكون كلها ماسكة. هلا بنقلبها. نقلبها. بس قبل ما نقلبها نحط على الجهة الثانية، شو لازم نساوي؟ شو نساوي؟ نحط ايه. أخذت لون. أخذت لون.
نمسح القلاية نفسها، نمسحها. بعدين؟ بعدين بنرد نحط لها مرة تانية. سمنة؟ سمنة. شوية سمنة، ما نحاول ما نكتر سمنة. وبالنهاية حسب الطلب يعني، هي السمنة بس عشان تتقلى. جميل. نحطها زي كده صح؟ هلا بنحطها هيك. إذا نحط النار دلوقتي، نسخن القطر. نسخن القطر اللي هو متكون من إيه؟ كوباية سكر، كوباية مية، وشوية حمض الليمون، وشوية حمض الليمون أو ليمون. عصير ليمون. جميل. حصل إيه هنا في معاك كنافة؟ نقدر نشوف لونها ولا لأ؟ هي ممكن تبين معاي لونها، وإذا بدنا نشوف لونها ممكن نشوف هيك. لازم نحط صينية يعني إذا بدك. لا هنشوف لونها، عايزين نشوف لونها. شوفوا لونها؟ شوف لونها. لا لسه شوي، لسه شوي. هلا هيك زون جاهزة. كنافة جاهزة. ايه رأيك يا شيف نحطها في الفرن عشان تفضل سخنة؟ إذا هنحط الكنافة في الفرن عشان تفضل سخنة بالزبط. وبعدين هنحط لها القطر. القطر ونحطها وقت على الفطار إن شاء الله. أيوة قبل الفطور هنجهزها. أوكي أكيد. يلا. واو، حطينا الكنافة في الفرن. وهنروح دلوقتي الفصل قصير أنا وإنتوا الشيف فادي، وراجعين مرة تانية ومكملين معاكم بالعافية. مشاهدين ومكملين معاكم بالعافية للنهاردة وحلقة الحلويات مستمرة معاكم. عندنا النهاردة ثلاث أنواع من الكنافة، معانا أم نارين، ومعانا المدلوقة، ومعانا كنافة القشطة. كنافة القشطة بالضبط. يلا احنا خلصنا دلوقتي من أم النارين وحطيناها في الفرن عشان تفضل دافية. تمام. وقبل الفطور هنحط عليها الشربات. الشربات دلوقتي خلينا نعرف المشاهدين بمقادير الكنافة. وهيكون معانا كنافة ايه دلوقتي؟ قشطة. كنافة القشطة. قشطة. إذا معانا هنا كنافة شعر زي ما انتم شفتوها، نفس القديمه اللي استخدمناها، هنرجع نستخدمها تاني. ومعانا هنا سكر، سكر بني، سكر بني. ومعانا هنا زبده، زبده. ونيجي ونشوف الفستق، معانا الفستق. ومعانا هنا الحليب، حليب. واخر حاجه القشطه، القشطه. طيب يلا يا شيف هنبدا وهنعمل ايه دلوقتي؟ اول شيء نكون مدفيين سخن القلايه. القلايه سخنه، هنحط عليها الزبده. نحط كنافة. كنافة. هنحمر الكنافة. ايوه تحمر عادي يعني. تحمر. اذا دلوقتي حطينا زبدة وحطينا الكنافة. كنافة. هنقلبها. هنحط السكر البني. نحط السكر البني لانه هو طبعا صحي اكثر. صحي اكثر لانه ما فيهوش يعني اقل سعرات حرارية، كمان بدي طعم لذيذ خصوصا في الحلويات. تمام. نحمصها زي ما انتم شايفين. بس المهم نقلبها كتير عشان ما تتحرقش من حته وحته ثانيه. نضيف عليها شويه حليب. اذا دلوقتي حطينا الكنافه، حطيناها مع زبدة، وحطينا عليها سكر بني، قلبناها لحد ما اتحمصت واخدت لون، وحطينا فوقها شوية حليب. بعدين هنعمل ايه؟ هنقدمها بطريقة كتير حلوة. شو رأيك نحط القشطة بهالطريقة هيك، بحيث انه تكون مثل الجبل كتير. مثل الجبل او مثل الجبل. احنا بحيث نحط طريقة كثير بسيطة. لا بحيث انه طريقة كثير خفيفة وما نحب نكتر مشان ما يزهر. على قدنا اصلا احنا الحلويات ما بناكلش منها كثير. ما بناكلش منها كثير بس بتحبها كثير. بس انا باكل منها كثير. انتوا ما بتاكلوش منها كثير. لا بس هو يعني استحسن نخفف منها. تمام. خصوصا في رمضان. تمام. هلا القشطة دائما معروف انه بدها عسل.
هنحط لها شويه عسل. اعطيني العسل لو سمحتي. عسل طبيعي. عسل طبيعي. خلصنا. هاي طريقة حلوة. وهذه القشطة. وهلا شو بنبلش؟ شو؟ بالمدلوقة. مدلوقة. هنعملها دلوقتي مع بعض. محتاجة مكونات. اعطيني المكونات. ايه هي؟ السمنة. ايه كمان؟ والحليب. حليب. ايه كمان؟ الشربات. الشربات وايه كمان يا شيف؟ الشربات، المدلوقة والقشطة. والقشطة فين القشطة؟ هي القشطة. أخذت القشطة مشان رد رجعها مرة تانية. إذن معانا هنا شربات أو القطر، ومعانا كمان حليب. حليب. ومعانا هنا قشطة. ونيجي ونشوف الفستق. تمام. طحنينه صغير جدا. أوكي. ومعانا هنا إيه يا شيف؟ سمنة. سمنة. سمنة وآخر حاجة الكنافة، كنافة الشعر اللي هنعمل بيها المدلوقة. تمام. وهي بننزل السمنة على هي وباردة. بنحاول نقلبها منيح هيك ونفركها شوي. أيوة، عشان تتوزع السمنة. السمنة في الكنافة. في الكنافة. في الزبدية. طب أنا بدي أحط شوية قطر، ممكن تحطي لي شوية قطر؟ ممكن طبعاً أكيد. لأنه شربات وشو قطر وكذا، حط لي هي شوي. شوي صغيرة. شوية. يا ريت، كمان، 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 بس. نشغل الماكينة وبننزلها. وطبعا السمنة بتسهل عملية الفرم اكيد، يعني عشان. طيب احنا دلوقتي بنفرمها من فوق. هتحطها من فوق اكيد. ياي شو شكلها ازاي؟ شوفي 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 شوفي، حلو حلو. ها هي دي الكنافة الناعمة. الكنافة الناعمة. بعد ما بنفرمها نحاول نكبسها شوي كمان، أو بنفرع بسرعة. صارت ناعمة. صارت ناعمة جدا. طلعناها من الماكينة. تمام. هلا بنحطها على نار هادية لحد ما تستوي شوية. حتى ما تستوي وتبلش تتحمص. تأخذ مش لون. مش تاخذ لون، لا، قبل ما تاخذ لون تصير كلها مع بعضها، تمسك كلها مع بعضها تصير زي العجينه. جميل. وهلا استويت. نقلبها. استوي ايديك. ما عملتش ولا حاجه. هلا مشان هيك سموها مدلوقه. هي وسخنه بنحط معها الحليب البارد ونحاول نعجنها. تمام. نحط لها شوية قطر. قطر. قطر بارد كمان. بس هاي. عشان. قطر. وهي لازم تكون طرية لأن معها بعد فترة بتمسك مع بعض كلها. جميل. حاول لسه بإيدي. تمام. تمام. بنحطها هلا بالصحن. هنحطها دلوقتي. ندلقها. بالصحن. الكنافة مدلوقة. دلقناها في الصحن. نحط عليها القشطة. نمدها أول شيء. زي ما أنتم شايفين الشيف وزعها في الصحن. طريقتها كتير بسيطة وحلوة. تفضلي حط القشطة. شكرا. إزاي؟ بس هون في شغلة، حط القشطة مع المي. أنا تارك المي بقلب القشطة. طيب وريني الطريقة أول مرة وأنا هكمل. لا لا، إنه بحيث إنه هاي المي كلها تنحط بقلبها، لأنه هاي المي بتعطيها طراوة وبتخليها تنحط. حط الفستق. حط الفستق. وشها كده. السلام. يعني كده حطينا الفستق وكانت المدلوقة معانا سهلة جدا وبسيطة، مش محتاجة أي حاجة. بس محتاجة مين ياكلها. بس هو ده الناقص. تمام كده ولا اوزع؟ تمام هيك بتجنن. جنن تاخذ العقل. نعملون هيك. خلصنا. خلصنا. دي
فيها تتقدم باردة مزبوط يا شيف؟ تقدم باردة؟ إذن هنحطها على جنب دلوقتي وهنروح لفاصل قصير أنا وأنتم مشاهدين وأكيد الشيف فادي وراجعين مرة تانية ومكملين معاكم بالعافية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد الفاصل ومكملين معاكم بالعافية للنهاردة وحلقة الحلويات لسه مستمرة معاكم. خلصنا من كنافة أم نارين وخلصنا من كنافة المدلوقة وباقي علينا خلصنا كمان أيوة بالقشطة باقي علينا سلطة الفواكه. اديني الفواكه الصغيرة من عندك. حاضر. وأنا بطالع الدفة. معانا هنا عصير برتقال السكينة دير بالنا من السكينة. نقلب الفواكه اللي عنا. هاي عصير البرتقال. هي فواكه مشكلة. معانا هنا كرز. كرز. وإيه كمان عرفهم بالمقادير يا شيف. التوت. إن هو التوت البري بكله بأنواعه. التوت الأحمر والأزرق والزهر. في كمان توت. هذا كله توت. وفي عنا الكرز. وادي الكرز تفضل يا شيف حطه قدام. في عنا الفريز. هنقطع مع بعض. فراولة. استناني الفريز ولا الفراولة؟ لسه في الزبيب. تجلوس. هذا اللوز. احتاجه؟ اوكي. والفراولة. ايوه. انت كأنك قطعت من دوني. انا بلشت اقطع. هي سلطة الفواكه من أحسن وأفضل الغذاء يعني طبعاً وخصوصاً برمضان. صحيح. وحب كمان نوه إنه لازم المشاهدين يكثروا من أكل الفواكه خلال المساء. السحور كمان. أكيد. حلو الواحد يتسحر فواكه خضرة. تمام. شو رأيك تبلش تصفي؟ حاضر. وادي جات السلطة. هو؟ نحط أول شيء الكبير من تحت. من تحت الكبير. قطعنا هنا تفاح أحمر وقطعنا إيه كمان؟ تفاح أخضر. دراعين. دراع. دراع. المشمش. صح؟ مشمش خوخ. في خوخ في دراع. دراع اللي هو المشمش؟ في الدراع وفي الخوخ. الخوخ اللي هو مثل المشمش أحمر. أيوة. والدراع اللي هو هذا. وهذا المشمش. ده المشمش تاني خوخ. انتوا بتقولوا له خوخ. احنا بنقول دراع. دراع. خوخ دراع. هتقول لازم تكون في الاصاله شيء جديد. هلا انت طلعتي لي كل المقادير ونسياني شيء؟ انا بظن في شيء نسيانتي. ايه هو؟ شغله كثير مهمه. العسل. والقشطه. والقشطه. العسل والقشطه معانا هم. ادي العسل. طبيعي وادي القشطة. تمام. ممكن أساعدك يا شيف؟ يا ريت. ساوي الموز. أنا شو رح ساوي؟ رح سخن الشربات. شو رح تساوي؟ هتسخن الشربات عشان الكنافة. عشان الكنافة اللي هي فين؟ اللي هي بالفرن. اللي هي بالفرن. كنافة أم نارين. سخن لها القطر لازم يكون سخن. تفضل يا شيف. تمام. الموز. موز. محتاج حاجة كمان؟ هلا هيك نزل الموز. خلصنا تقطيع. هلا بنحط عصير برتقال. 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 اللي هو برتقال. برتقال. عصير البرتقال حطناه. بنحط كمية كافية وبنفس الوقت البرتقال ما بيخلي أي لون من ألوان الفواكه تتغير. صح مزبوط. بقى بنحاول. عشان كده دايما بنستخدمه في سلطة الفواكه. أكيد. تمام. هلا بعد ما بنحط هيك حط شوية لوز. حط اللوز. بنحط الزبيب. أنا عايز أحط معاك. وهلا القشطة. أوكي القشطة. مستعجلة عايز أحط الفاكهة. هي القشطة
كتير كتير بتخلي سلطه الفواكه تصير طيبه. مزبوط صح، انا بعملها في البيت كده. تحطي لها قشطه؟ نعمل عصير زي ده بالظبط، بس يكون عصير. بنكتر عصير البرتقال زياده، ونبقى نشرب عصير وناكل الفاكهه مع بعض. بالظبط، نحط قشطه ونحط كمان اللوز زي ما انت حطيت. وهلا هي لانه كمان يعني بما انه بتصير كانه وجبه مغذيه كامله. صح، بصير فيها قشطه، حليب، فيها الالبان والاجبان، وفيها الخضره، كل المكونات. بالظبط، فيها مكسرات كمان. مكسرات كمان كويسه. مكسرات. خلصنا من هدول، هلا نحاول نزين بطريقه حلوه. أم نارين جاهزة طبعا. هلأ أهم شيء نحط الشربات، والشربات حسب الرغبة طبعا. يعني كل واحد حسب رغبته، بس حط لازم نحط معتدلة، نغطي الوش كله. وهي طبعا بتتشرب، تأخذ منها لتحت، وهيك نكون سوينا ثلاث أنواع كنافة. إذن بحيث إنه عملنا أنواع كنافة سهلة، مزبوط، سريعة، بسيطة، لذيذة وشهية. إذن وكده نكون خلصنا من الحلويات اللي معانا النهاردة. كان معانا ثلاث أنواع من الكنافة، كان معانا كنافة أم نارين زي ما أنتوا شفتوها بالجبنة، عملناها طريقتها كانت سهلة جدا. أكيد. بس محتاجة إن إحنا نفضل نقلب على النار ونيجي هنا ونشوف النوع الثاني من الكنافة. كان معانا كنافة ناعمة جدا اسمها مدلوقة، فرمناها في المكينة، حطينا فوقها قشطة وحطينا عليها الفستق. ونيجي لسلطة الفواكه. سلطة الفواكه كانت سهلة جدا، سهلة بسيطة جداً، حسب طلب. حطينا عليها عسل، حطينا عليها زبيب، حطينا عليه كمان مكسرات، لوز، فواكه مشكله، وعصير برتقال. 100 100. ونيجي لاخر نوع من الكنافه، كان معانا كنافه هنا متحمره، حمرناها مظبوط، حمرناها الكنافه العاديه، حطينا فوقها قشطه، وحاطين عليها شويه فستق اكيد، وحطينا حاجه ثانيه، وحطينا نار صح، وعسل، وحطينا عسل. وبكده نكون خلصنا من حلقتنا النهارده، وخلصنا من الحلويات الموجوده معانا. يسلموا ايديك يا شيف على الحلويات اللذيذه. زيادتك. بالعافيه علينا وعليكم. شكرا لكم للمتابعه. صياما مقبول وافطارا هنيا، والى اللقاء.